تسلم ايدك ام لطفي. اقول لك ايه بس، انا اتجوزت مرتين ولفيت مصر جنوبها وغربها وشرقها وشمالها، وربنا وربنا ما اكلت اكله زي دي في حياتي ابدا. كلهم بيقولوا لي كده، دي الناس كلها بتتبهلل على اكلي. طيب متشكرين يا اما، بعد اذنك بقى نطلع انت عشان عايزين نتكلم في شويه شغل. شغل؟ شغل ايه؟ انت يا ابني تشوفوا لكم مشروع حلو، تلموا لكم قرشين ثابتين، تتجوز وتخلف وتملى البيت عيال، والعيال يبقوا سندك بدل البت خارج البيت دي اللي انت عايز تتجوزها، ولا ايه يا ريس بهلول؟ ايه؟ ايه؟ غير ايه؟ غير ايه يا اما؟ في ايه؟ انا نوجة قريت فتحتها خلاص، وصراحة أنا عيني منها من قبل ما ممكن نتجوزها. بص يا ست أم لطفي، بصيت الولد ابنك عينه من البيت، يعني جوازها بملاليه سيبيه يتجوزها، ولو ما ردتش عليك ولا عليه يطلقها، والبنت قريبة وخسارتها سهلة. لا ربنا ما يجيب خسارة، ربنا ما يجيب خسارة. أنا أما هشتغل مع الرئيس بهلول وهجيب فلوس وهدلعك وملك البيت عيال، بصي هفرح قلبك أما خلاص؟ طب والشاي؟ معلش خليش رجلك تاخد على المخزن بقى. ايه؟ هنعمل ايه بقى دلوقتي بقى لون مصر؟ عندي مشوار مهم لازم اعمله، بس انت مالكش فيه. انا الحمد لله بقيت تمام التمام، بعد ما اخلصه على طول هنعمل اجتماع انا وانت والولا حمص. اللي هو حورس؟ لا الولد ده. خالتك لوريك يا وردة، هشوهك وبعد ما اشوهك هاخد عمرك. انت عايزة تعلمي على المعلم؟ حاضر حاضر يا وردة. تقطر المعلم يحصلت. تمشي يا عمنا، ما تمشي يابا. العربية عطلت بنشوفها. العربية عطلت بنشوفها. يا جت من عند ربنا. ايه يا حراق؟ ماشي يا بهلول، النت من ربنا عجيبك. بسألك سؤال يا هندسة، عايز جنس ملتك عشان انت مالك. بقى انت هذا حورس بتروح تخطب البت احسان من غيري؟ خلاص كبرت على الحراق. يا سلام، ده انا مكلمك بتاع 52 مره وبعت لك 20 رساله وانت اللي ما ردتش. والنعمه يا كداب، انا كنت نايم وما شفتش حاجه من اللي انت بتقولها دي خالص. خلاص تتعوض في الفرح ان شاء الله يا صاحبي، عشان تعرف ان انا اجدع منك ومن اهلك كمان. خليك تساعدني في الفرح وشيل لي الحاجات عشان انت اخويا. ايوه بس الحاجات دي تقيله قوي، شيل معاها شويه. اتجننت انا ولا ايه؟ ده فرحي انا العريس، يعني لازم اللي مني يدلعوني. امسك ده كمان. طب بقول لك يا حراق، كان في حوار كده كنت عايزك فيه. قول قول يا حورس ما تخافش. ان شاء الله يعني بعد الفرح، بعد ما تبست وتهيص مش هتكلم معاك تاني. ما بتتكلمش مع متجوزين؟ لا بصراحه يعني احسان واهلها شرطوا عليا عشان نتمم الجوازه ما اتكلمش مع امثالك تاني، وانزل اشتغل في القهوه مع ابويا. اها الله الله حورس. لا 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 لا، انا راجل قهوه حراق، بس يعني خدهم على قد عقلهم، ما انت فاهم. يا بحسن يا ايه يا اخي بقى، هي الصحوبيه بالعافيه؟ قلت لك مش عايز اعرفك تاني، ولا انت عايز تفضل لازق للعسل؟ ايه ده، انت عيل لزوقه ما بتفهمش. الله الله، روح روح لبتاعة قطع غار يا بهيم. ابو حورس. ايه ده؟ ازيك ابو حورس؟ هوجن وحشني وكتاب الله. وانت كمان يا حبيبي، وانت كمان ما شاء الله ما شاء الله، ايه الحلاوه والجمال ده؟ ده انت ولا نجوم السيما يا هوجن. ايوه ايوه، شفت انا بقيت عامل ازاي؟ اللهم صل على النبي. ده كمان ادوني موبايل، ها، وادوني ساعه بتنور، وقال ايه ده موصل بده. انت ابن حلال وربنا هيكرمك اخر كرم. الله يكرمك.
طب طب ما تاخد تكتب لي رقمك وترن على نفسك لاني لسه مش واخد عليه. يا حبيبي رن على نفسي طبعا، انما قول لي انت كنت غطسان فين يا هوجن الكام شهر دول، وايه اللي حصل لك وايه اللي غير حالك بالشكل ده؟ اني ربنا نفحني وغرقني بكرم وابو حورس، والحمد لله اشتغلت شغلانه نظيفه. امال فين حورس ولطفي؟ مش لاقيهم لا في المخزن ولا عند ام لطفي ولا عندكم فوق. اصل حورس كان مسلفني قرشين قلت اجي اردهم لي، وكمان قلت بالمر يسجلوا لي نمرتهم واسجل لهم نمرتي عشان نبقى نسال على بعض. الله الله، انتوا عندكم فرح؟ الحمد لله على السلامه يا هوجر. هوجر وحشتني. ازيك يا كرم؟ جرى ايه؟ مفيش مبروك؟ ما هو انت هوجن انا يعني الفرح ده انا كنت يعني انت فين؟ كنت عايز اعزمك وما عرفتش اوصل لك خالص، يعني ده كل اللي حصل. تعزمني على ايه؟ فرح صاحبي النيتي. الله 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 الله، ما تشوف صاحبك يا لطف. استنى بس يا دي الكسوف، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا ابني، لا لا يسيئك، انا مش عايزه مشاكل، نفسي افرح بالواد الحيله. كسوف ايام ما انت رخره، انا متجوزه على سنه الله ورسوله مش ورقتين مضروبين. شوف امك يا لطفي، شوف. معلش يا حبيبي، ربنا يعوض عليك. بس يا سبحان الله، ما جمع الا ما وفى. لينا على بعض قوي يا لطفي. مش قلت لك ان احنا لاقيين على بعض؟ لم شويه بقى يا بنت. الليله حلوه، الليله حلوه. ها شغل بقى المزيكا كده ويلا. بقول لك ايه؟ قول. ويعني يكون الحوار اللي حصل مع هوجان ده يعني عمل لك مشكله في دماغك ولا حاجه وتكون قفش؟ هوجان؟ هوجان مين؟ ده الهوجان ولا مامي عينته هزوا شعره من شعر نوج. اقول لك على حاجه؟ قول. هنلعب بالفلوس كوتشينه. كوتشينه ايه بقى؟ كوتشينه 52 ورق حريق ما يكفونيش. عايزه ورق متنك كتير كتير كده افرش بمطرح قد الشقه دي كلها، وافضل كده اتمرمخ في الفلوس واعوم، اتمرمخ في الفلوس واعوم. في الشقه كلها فلوس؟ اهو. هو بهلول نفسه ما عملهاش يعني. انا مالي بقى بابا بهلول؟ انا معايا الحريق. عايزه تعومي في ورق بنتنا؟ عومه كيف ترعى ميتها معطنه يا بعيده. وحياة دارك عريس. بس بقى اقعد ترزع بقى، ما تعمليش فيها خالتي اللتاتة كده. هتقول لي اندي. مالكش دعوة. بس مؤاخذة يعني، مفيش عريس يوم صباحيته ينزل يقعد على القهوة. في ايه ولا قاعد بغير كده جو واشرب كوباية شاي حجرين شيشة؟ فكك من الحوار ده. أنت عارف هذا حورس، أنا مش شاغلني غير بهلول الكلب ده. ده كان معاه شوية شغل لو اتباع يملى البنك كله فلوس. خلع منك ازاي يا حراق؟ بس بقى انا فضلت قطره وماشي وراه وخلاص هعرف مكان التماثيل وكل حاجه فين وكل حاجه هتبقى في حب خلاص. اوبا فجاه طار. اكلمه بقى غير متاح ومش موجود بالخدمه وحاجات كده. ما يمكن فصل شحن. لا هو يمكن انا اللي بلم الغبح حواليا. تصدق انا غلطان، هو بره دارك. اجيب لك سكه بقى من الاخر يعني؟ وردة خلعت، ووجن خلع، وبهلول خلع، ومش باقينا غير نوجة، وحتى الفلوس طارت. نعم، أبو كآبتك. أبو كآبتك يا أخي. في إيه يا حراق؟ ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ أنت بتزعق أنا ولا إيه؟ أنت بتزعق؟ مش قصدي. هز دماغك وأنت ساكت. أنت عارف بقى أنا في حوار كده عايز أستفسر منك عشان أنا مش فاهم. خير. ولا هوجن نضف قوي. لا نضف جامد. بقى الفرح كده زي القدر، انا مش فاهم حاجه، بس انا حاسس ان الواد ده ممكن يوصلنا. يا عم ده كان لابس بدله انضف من بتاعه مذيعين النشره، وجاب موبايل. هو كان جاب موبايل؟ او النعمه. طب ما احنا برضو يعني تلزمنا نمرته،
يعني نفهم منه هو شغال مع مين، بيعمل ايه، الليله اللي هو فيها دي منين؟ سهله، نمرته مع ابويا. بس انت هتكلمه ازاي؟ انت لا مؤاخذه يعني اتجوزت مراته وكنت سبب في طلاقهم من الاول. مفيش حد في الدنيا دي كلها، مفيش حد في الدنيا دي كلها ملوش دخله عند لطفي. امال انا حرق ليه؟ كفاءه. بص مين؟ ايه هوجن؟ بس بلاش غباء بقى. الو ابا هلول مصر. ماشي فين؟ طيب حصل. سلامة بهلول مصر. راح فين؟ راح للمصلحة. طب والعروسة؟ الله يكون في عونها. بهلول، بهلول مصر، السلام عليكم. أبو بهلول، مفيش حد هنا ولا إيه؟ أنتوا ولاد عم بهلول؟ في إيه؟ لا 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 لا. إيه ده؟ إيه ده؟ منور يا لطفي يا ابن الحراق. ماشي وراها طيرني ليه؟ عاوز تسرقني يا لطفي؟ فاكر نفسك اصع مني يا ابن امبارح؟ لطفي ده انت طلعت غبي يا حراق، قطعت بلومتك. ده انا كنت هشغلك واكبرك وانضفك. ايه بتقول ايه؟ تعلي صوتك، علي علي صوتك، سمعني. يلا هات غور من قدامي. غور، تعرف تروح لوحدك ولا اجيب لك توصيله؟ والختمه الشريفه يا اختي ما اعرف هو فين. انا صحيت من النوم، دخلت المطبخ اعمل لهم فطار العرايس، طلعت ما لقيتهوش. أكيد يعني اللي نزله الشديد القوي. شديد قوي إيه اللي ينزل عريس يوم صباحيته ما يرجعوش لدلوقتي يا حميد؟ أنا يما اللي بختم نيل، بختم نيل في التلات رجالة ينزلوا يوم صباحيتهم؟ نصيبي يا رب وراضية بيه. معلش يا أختي معلش، نعمل إيه في حظك المهبب اللي بينيل ده؟ لا 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 لا، يبقى يا ست أم نوجة، ابني راجل وسيد الرجالة وما ينفعش يعني تربطيه في بقجة واحدة زيه زي غيره كده. بقجة إيه يا أختي؟ احنا بنبيع فروت وملايات ولا ايه؟ طب ابنك فين يا حماد؟ هو فين؟ مالك يا لطفي؟ يا لهوي مالك يا لطفي؟ يا خرابي. اوعى بقى. انا نفسي افهم بس ايه اللي بيعمل فيك كده؟ كل شويه متخرشن. انت بس يا ابني بتوجع قلبي ليه؟ حادثه مفيش حاجه. حادثه؟ ويعني هي الدنيا سابت الحوادث كلها وجت قفشت فيك انت؟ ايوه. ده انت كل اسبوع متخرشم يا مره يا مرتين. يا ابني بقى انا تعبت، مش مرتاحه لك. وربنا انا قلبي كان حاسس، قلبي كان حاسس المشوار ده انت مش عامله بكيفك ومن وراه شر، عشان كده ما سبتلكش البيت ومشيت. اصيله اصيله نورة. اصيله اصيله يا ام السيد كتخيبه، ده الحريم اقدام، وده احنا شفنا من اول يوم اهو. الله أعلم بقى مستخبلنا إيه بعد كده. كل خير يما، كل خير يا حبيبتي. وبعدين ما حدش باخد غير نصيب، وأنا وابنك على تكة، فما تكملهاش عشان ما تخربش علينا يما. قول لأمك حبيبتي. بعد رجلي. أنا مالي يا أختي؟ ما اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على ظهره. أنا ليا في ابني. يما بسم الله عليك. جمعي طيب. بص يا ولد، انت بعد كده وانت نازل وانت طالع لازم تقدم لي تقرير. طب تصدقي من لما كان عيل صغير قد كده عمر ما حد ضربه. اهو نصيبه، نصيبه اتضرب دلوقتي، اتضرب دلوقتي. ايه بقى هنعترض؟ لا ولا نصيب ولا حاجه، هي قدام.
ثم تلعب. آه بس بقى بس بقى تعبان. ولا حرص أنا عايزك تاخد دنيا توجه من أبوك وتعسلنا وراه كده تشوف إيه الحكاية وإيه اللي حصل له كده، ولو في أي مصلحة البدله ما هو أمن لك. مصلحة إيه؟ مصلحة إيه اللي هتيجي من ورا المنيل ده؟ وطي صوتك بالراحة عشان أمه ما تسمعك. مفيش حد ما بيجيش من ورا مصلحة عنه. ده شكل نوجة شايلة جامد قوي من هوجن. لو أنت الصادق نوجة شايلة من صنف الرجالة تمن. رجالة تمن؟ يبقى أنت يا برنس اللي هتحاسب على مشاريب القهوة كلها. بس قهوة إيه يا حيوان؟ عامة يعني أنا على قلبي زي الفل، زي العسل، زي السكر، وزي الكراميلا. يا حران أنت بقيت كاظم الساهر ولا إيه؟ بس فك وش الكاميرا. ستر يا رب. صاحبي جاي يطمن على ابنك وهو تعبان يعني. اسمع يا بوز الإخس. أيوه. انت تتنيل وتشرب دون وتتفضل تغور من غير ما تروح. شكرا يا أمه. طيب شكرا خلاص، هو هيمشي عالم دلوقتي. خلاص فضل انت أمه، خش جوه وارتاح. يا الست دي بتعاملني كده ليه؟ بس يا حيوان، بس يا حيوان. دمي ايه؟ انا عايز نروح لبهلول. بهلول تاني؟ بهلول تاني يا لطفي؟ وطي صوتك. انت ما بتحرمش؟ لا مش بحرم. ماشي؟ هنروح له ونجيب معاه ورا كمان. جامد. انا مش فاهم حاجة. هبقى رسيك. بص ترسي ما ترسهوش، انا المهم عندي ترجع لي جيبك مالين. تكبش منه كده وتحط في حجري وتقول لي خد يا نوبتي، خد يا نوبتي. من عينيا الاثنين يا نوبه قلبي. ثلاثة بالله العظيم يا لطفي، ما حسيبك للولية دي ولا الواد البايظ ده اللي عايز يتلف أملك. وربنا 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 أنا غلطان واستاهل ضرب الجزم وضرب النار كمان. بس يعني أنت كبير والمفروض يعني أنت اللي يعني سامحني، على أساس يعني عيل وغلط يعني مين يحتويني؟ ولا خد الواد في إيدك وما شوفش سحنة قرد فيكوا هنا تاني. يلا. ليه 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 بس يا قائد؟ يعني ده انا حتى يعني جاي لك وايدي مش فاضيه. هو مش انت كنت قايل لي اسالك على واحد اسمه مجدي؟ جبت لك قراره خلاص. بس يعني شكل مجدي ده علم عليك جامد يا كبير. معلش اللي علم على المعلم. هو انا اسف، انا مش عارف انا قلت كده ازاي، انا اسف. خلص الكلام. ايوه بس تشغلنا يعني الاول حضرتك يعني معاك. لا يعني انت ساعتها تدينا الامان والسماح وتقول ان احنا رجعنا حبايب. ده مش شرط والله العظيم، ما شرط، بس دي امنيه. وتخلص انت وهو لو كتاب الله ولع فيكم التجول. ماشي. طيب يعني انا اقول لك يا كبير، الولد اللي اسمه مجدي ده من الاخر يعني اتفصل من نقابه المحامين بفضيحه كبيره. وده يطلع طبع مين راح؟ وانا خلاص يعني دلوقتي يعتبر ان انا عارف هو ساكن فين. خلاص كده حبايب يا لطفي حريق، بس بشرطين. التاني انا عايزك تعرف لي كل حاجه عن اللي اسمه مجدي ده، مين اللي مشغله وليه زقه عليا وانا في السجن. سهله بعون الله. والاولاني؟ ما هو ده كان الاولاني بس انا ضحكت عليك. الله الله عليك وعلى ضحكتك اللي رجعت نورت وشك دي يا كبير. كمل وقول كلامك الحلو كله. انا عايزكم تجيبوا لي قرار الواد هوجن والبت ورده وشغالين مع بعض ولا كل حي شغال لحاله؟ يا سلام يا سلام يا سلام، ده سهل قوي. امين. ايوه. طب احنا كده يعني رجعنا الشغل ولا ما رجعنا؟ انا مش فاهم حاجه. خلاص يا حسس، من انا ورايح وانتوا شغالين معايا مرمطونات. امين 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 يا عم الدنيا. ينيلك راجل، بقى الهلومه دي كلها بتاعتك؟ وجبت الفلوس دي كلها منين؟ ياما انت جيت هنا ازاي؟ قطرتك يا ضنايا، بس ما عرفتش دخلت انهو بيت وقعدت نخور كده لحد ما جبتك. ما انا كان لازم اعرف يعني انت كل يوم والتاني بتجيني مش شلفط ليه؟ اهلا بيك يا ست ام لطفي، نورت المطرح. اصل ده يا بيتي القديم، زي ما تقولي كده انا حنيت للاستقرار، قلت ارجع بقى البيت القديم واوضبه ومنجهه. حاكم ببركه دعاكي، ببركه دعاكي،
ربنا اكرمني قوي، والفلوس اللي اتسرقت مني في ليبيا رجعت لي تاني. اه لا، الفلوس اللي اتسرقت بجد؟ اه بجد، مش كده حاسس حاسس بجد. ايه؟ في سبع نوم. ما انا مش قلت لك تعالي بس اقعد. نعم. انت عاجبك قعدتنا كده؟ عايزين ننزل نقلب رزقنا يا لطفي. بهلول رجع ومعاك انت زي الفل، وانا هقعد نغرف منه. يلا استنى بس، واحنا انا هنا كل طوب لحد ما نبقى نغرف. هنعمل ايه طيب؟ نقلب عم شمندي الشحات. اتجنيتي في مخك يا بت ولا ايه؟ اهدر ببطنك. لطفي الحراق يسع شحات. ما تسمع، ده بقاله 50 سنة بيشحت ويمته بقد كده. كنت بشوفه وانا في الموقف بيشيلي كيسة فلوس ايه، وما صرفش منها ولا ملم طول عمره. ده بقاله يجي 30 سنة لحلق ولا استحم. وده نسرقه ازاي بقى؟ الله يعرفك. انا عارفة قطه في حتة متطرفة، وده بينام زي الطوبة. كان في الموقف لو نام وعدى من فوق اتوبيس وربنا ما يفوت. والله العظيم فكرة. بصي بمليون جنيه. يلا بقى. ده جبندي؟ ده أيوة. جبندي آدم يعني؟ أيوة، ونايم قدامك زي كتير أهو. سبحان الله، رضا والرضا. خايف الاقي تعبان. بتعملوا ايه هنا يا ولاد الحرامية؟ بتعملوا ايه؟ مش هسيبك فلوسي. حصل ايه؟ مش عمري. طب لا مش هسيبك، مش هسيبك. دول فك، دول فكة. هو انت ايه؟ في حد يسيب مراته والراجل رفع عليها السكينة ويجري؟ وطي صوتك، وطي صوتك. مش انت اللي قلت لي الراجل ده بينام ما بيقومش لو عدى عليه قط؟ بعدين انا مشيت ليه؟ مشيت ليه انا؟ مش عشان اهرب بشويه الفلوس اللي احنا قلبناهم منه، اللي في الاخر طلعوا شويه فكه ما يكملوش 5000 جنيه، لو قعدت عمري كله اجمد فيهم مش هيكفي. بعدين يعني انت زعلانه ليه يا بنت انت؟ ما انت يعني جيتي اهو زي الفل وما فيكيش حتى خربوش واحد. زعلانه ليه؟ الراجل كان هيموتني يا لطفي، ما سابنيش غير لما رميته في الارض كان هيروح فيها. وطي صوتك، امي هتصحى. امك بطلت الحريم. قالوا احور الساحه يا وائل، بكره الصبح تبقى قدامي في المخزن. عايزين نشوف حوار مجدي المحامي ده، عايزين نعمل له تخطيطه نعرف هنعمل فيه ايه. خش جوه يا مجدي، خش جوه. ايه في الباب يا حيوان؟ يلا تعالى كده واحده واحده، وارفع ايدك فوق كده، ارفع ايدك فوق. اقعد يلا، اقعد جنب الحاجه هنا. مين دول يا مجدي؟ هو سؤال واحد، سؤال واحد هتجاوب عليه عدل هتعيش انت والحاجه عادي. هتعمل فيها نسر السعيد، ثقه في الله هنقتلك انت وامك. وانت عايزين ايه؟ مين اللي زقك على المعلم بهلول الحمش في السجن وخلاك تبعت له حد يغزه؟ وانتوا تبع بهلول؟ اه احنا بقى نقعد نسالك وانت تسالنا، واللي يجاوب الاول يفوز بجائزه البرنامج. واحد، اتنين، تلاته. الحاج رشيد الغمري، الحاج رشيد الغمري. حلو. عارف ليه حلو؟ عشان الحاجه كانت هتعيط عليك جامد قوي وهتزعل، مع ان احنا كنا هنموتها هي كمان. مين الحاج رشيد الغمري ده؟ ده واحد بينه وبين بهلول قضايا وفلوس وشيكات.
انت هتستقبل يالا؟ هو بهلول معاش كات اصلا؟ انت بتقول ما تهلفتش؟ ما تهلفتش في الكلام وقلب المطرح واخلص. ايه اقسم بالله بص هفتك لك دماغك دي. حاضر حاضر. ما تتحركش يا سنتي. مش هتحرك. يلا خش على الحجر. ست الحبايب قلب الصيغه بتاعتها والافوكاتو يبقى يجيب لها جديد. انا اسف يا ماما معلش. ممكن بس الجوايز؟ لا بالله عليكي كلها معلش. بالله عليك. يلا تمام حرق. يلا بينا. يلا طيب. حاضر خدي دي ليك يا ماما. يلا يلا حرق. اقسم بالله هتفكر اي تفكير شمال هتلاقيه ناطط في وشك على طول. وتاني حاجه اوعى حط بقى. انت اللي وزيتي علي عيل في السجن عشان يخلص عليا وبعد كده طلقت مني؟ لا ده اصل في حته كمان مكتوبه يعني بتقول ان هي عشان البنت. اخرس يا ابن الصربه ولا تهزشني على دماغك. ايه جرى يا عمهم في ايه؟ وانا يعني لما اتكلمت خلاص؟ ما انت هوجن جالك المخزن وظبطك وروقك وعمل معاك الصح وقلبك وبعدين دلوقتي بقى يعني بسم الله ما شاء الله عليه لبس وقيامه وموبايل وكل حاجه. وورده كمان ما هي من قبله مقلباك واتطلقت منك. ولا يعني الكلمتين اللي لطفي الحراق بيقولهم هم اللي هيوقفوا في الزور؟ صح يا لطفي عندك العيب يا كلب. ولذلك قبر واحد هيتحفر لهم ويلمهم هم الاثنين. قبر ايه يا عمهم؟ يا نهار اسود انا مش فاهم حاجه يا جماعه. هي مش ورده دي حضرتك هي اللي خلت مجدي يجي يقتلك؟ مين بقى اللي اسمه رشيد الغمري ده؟ مفيش حد بالاسم ده يا اهبل يا عويل. ده ضحك عليكم وقال لكم اي اسم كده عشان تسيبوه. لكن الشلطه والحكم دول هم اللي هيحفروا قبره. الله عليك يا كبير. وربنا وربنا مدرسة. بس يعني عموما يعني بالنسبة للي جاي بقى ايه؟ بالنسبة للي جاي ايدك النكسة يا درجة. ده انا اكله ولا اعمل فيه ايه؟ تاكل جدك. افتح الكفر. الله 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 الله. ايه ده 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 ايه يا كبير ده؟ يعني هو انت التمثال ده عايزكم تصرفوه. يعني ازاي يعني نصرفه ازاي؟ يعني ما احنا ما ده ازاي؟ بصوا من هنا ورايح لازم تنسوا جو الهبل اللي كنت بتعملوه ده في التهريب والسرقه وتشتغلوا على كبير مع المعلم. بس الشغل على كبير اللي يخون يموت. التمثال ده هبعتكوا بيه لواحد تسلموا له التمثال هيسلمكوا شنطة فلوس تجيبوها وتقولي ها فيها حاجة دي؟ لا ده يعني ده سهل من رابعة ابتدائي. لا أنا كده بقى أوت. يعني إيه؟ يعني بقى سرات ومؤبد ولبش أنا ماليش في القصة ديت. أنا آخر ألعب في أبو ست شهور سنة بالكتير. إنما كده سلام عليكم. سيت داون. اظبط نفسك ها بدل ما اظبطك. ماشي عندي انا كبير دي معلش. عندك ايه؟ بقول لك ايه طريقك اخضر يا حراق. انا كده كده ماليش دعوه. انا مش لاعب. انا بقى هلعب. هلعب في عمرك يا حورس. لا معلش يا كبير معلش عندي انا دي. انت عارف عارف لو نص كلمه خرجت من بقك انا اللي هزعل ابوك عليك. معلش يا كبير ويعني انا هعيشك عالم الابهار. بص يا دنتهايد لو حرف طلع من بين شفايفك انا مش هزعل ابوك عليك. لا انا هزعلك على ابوك وهسيبك لما تزعل قوي 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 واخلص عليك. هوجن في ايه؟ انا قصدك في خدمه يا وردي. خدمه ايه؟ وبعدين ايه اللي جاب الزفت ده معاك؟ متقلقيش الواد حراس جدع وساب لطفي خلاص وكلمني عشان بهلول عرف ان انت وزيتي عليه واحد يقتله وانك طلقتيه. انت عملتي كده يا وردي؟ عملت كده وبقيت حرة نفسي. ايه مش هتبارك لي على الطلاق؟ انت كنت عاوزه تقتلي بهلول؟ يا هوجن هو قتلني وقتلك 100 مره وبعدين ما هو لسه متنايل عايش. عايش وعايز يقتلك انت وهوجن وانا كان لازم احذر اخويا
عشان هوجن ده اخويا شقي. بهلول ده سيبهولي انا، انا عارفه دغه فين كويس. انا عاوز اوصل للي ورا العيال دول. عندي اللي يوصلك بس بشرط. ايه؟ انك تسيب كمال اللباد وتيجي تشتغل معايا. يلا حر، يلا بينا. خلاص استنى يا هوجن، يخرب بيت قلبتك. ده بس اللي جاي؟ لا ده انا بس. ايه ده لسه في عربيتين جايين ورايا وفي قناصين على الاسطح. ايه يعني عمهم ده كلها على الله، وبعون الله متامنه كويس وزي الفل، ما تقلقش يعني. بالنسبه للامانه بقى، مش غلط. اخلع انت، ما شاء الله. ايه الشياكه والقلاقه والقبهه دي؟ مش كنتوا تقولوا لنا ان انتوا جايين تشرفونا؟ كنا عملنا لكم تشريفه حلوه، كنا فرشنا لكم سجاده حمراء ولا رشنا لكم عربيه ورد. ازيك يا منفاخ؟ منفاخ حاف كده ولا عشان لبست بدله؟ انت عارف ان ابويا الله يرحمه كان لا يجرؤ ان يقول لي منفاخ حاف؟ تلاقيه كان بيقول لك ياض يا منفاخ. صح، احنا قاصدينك في خدمه. وانا قد الخدمه. احنا عايزين نوصل للعيال دي يا منفاخ. قصده يا منفاخ باشا الألقاب محفوظة طبعا. صح، بسيطة. انت تعرفهم؟ لا ولا عمري شفتهم. امسك. الله، امال ايه يا اخويا اللي بسيطة؟ الله يرحمك خالتك أوسر. الله يرحمك، ودي ايه اللي فكرك بيها؟ اصلها كانت موصياني عليكي. وبعدين الغاوي نقط بيه وطاقيته. صح، انا هاخد في الحوار ده 50,000. 50,000 جنيه؟ ليه؟ هتجيب لنا تامر حسني؟ يلا بينا. استنى بس يا هوجن، ما تزومش وقع يا معلم منفاخ. بس يا تافه. صح، اقعد بس يا هوجن. اقعد ايه؟ ده بيقول لي 50,000. اقعد بقول لك. اسمع يا معلم هوجن، ال 50,000 اللي انا هاخدهم دول مش هاخدهم لوحدي، ده انا هحل بيهم بق كام راجل. الشغلانه دي ليها قواعد واصول، مش دحرجه بطيخ. بقول لك ايه؟ انا هدفع لك 30,000 وتجيب العيال يا منفاخ. كتير يا ورده. ما تشيلش هم، خير ربنا اكتر. ووردة واللي عنده وردة ملكك يا هوجن. ها مجلس الأمة، ننزل بالنشرة. انزل بالنشرة يا سيدي، وإذا كان لك عندي الكلب حاجة قول له يا إيه؟ يا سيدي. صح، يلا بينا عشان المعلم وراه شغل. حريق حريق، ده أنا قلبي كان في رجلي، خفت تتعكش يا ولد. قلبك كان في رجلك؟ ده أنا رجلي كانت في قلبي من كتر الجري اللي أنا جريته. بس مية مية، المرجلة شاورت عليك، الجدعانة قالت انت راجل. لحظة لحظة امشي. 1 2 3 4. سبنتي ايتي نينتي توينتي. امسك هذا حراق، مش خسارة فيك. دول اعمل بيهم ايه دول؟ انت بترمي النعمه الامريكاني هذا لطفي؟ ايه مش عاجبينك؟ دول 40,000 مصري. ايوه، يعني ايه 40,000 مصري؟ يعني اعمل بيهم ايه؟ ادفعهم مقدمه توك توك يعني ولا اعمل ايه؟ امال انت عايز ايه يا حريق؟ عايز نص الفلوس دي. انا عشان ابيع المسخوط الزفت ده الحكومه جريت في ديلي واتضرب عليا نار وكنت هروح فيها. ده انا كنت هموت يا جدع. ما تموت ما تموت. هو انت عايش اصلا؟ عمك بهلول هو اللي عمل منك بني ادم يا كلب. ده انت كان كبيرك تسرق ازازه حاجه ساعه من كشك السجاير. نسيت ولا
ولا ايه؟ في ايه يا عمهم؟ خلاص اهدى روق، يعني الواحد ما يعرفش يعني يتفك معاك بكلمتين ولا ايه؟ ده انا بهزر معاك يعني يا عمهم عشان افكك، يعني ده الدنيا حلوه والعمليه جميله. انت عارف ال 40,000 جنيه دول انا لو كنت شفتهم يعني من قبل ما اقابلك، ده انا كنت عملت ليله كبيره قوي. احكي لك على حاجه يا عمهم، امي يعني اتولدت وكبرت واتجوزت وترملت وحصل لها كل حاجه في الدنيا وما شافتش 2000 جنيه على بعضيهم. ربنا يخليك لينا كبير ويعني عايشين دايما بحسك وحسك في الدنيا على طول. او كده اصحى معايا يا دلوتشي وتعدل وامشي زي ما انا عايزك تمشي، تاكل معايا عسل نحل، لكن هتسوق في العوق خلي النحل يقرص في جتتك لغايه ما تخلص خالص. فاهم ولا مش فاهم يا حراق؟ طبعا طبعا فاهم يا عمهم، يعني ده انت قلت حكمه كمان دلوقتي. طيب انا بالاذن انا هروح بقى يعني افرتك الاربعينات اللي انت اديتهم لي دول لحد ما يعني تديني امر بالعمليه الجديده. بص يا لطفي يا ابني، نجا بنتي دي اتمرمطت قوي وشقيت طول عمرها من يوم ما مات ابوها، وما شافتش يوم حلو في جوازها، وزي ما انت شايف الواد اللي كان هيبقى سند لينا اتقطعت حته من جسمه. ليه كده بس؟ ليه كده يا منوجه؟ ده كراميلا، ده يعني ده البركه بتاعتنا، ربنا يخليه لنا، ده جميل. بنتي بنت اصول، ما قالتليش اللي حصل منكم، بس انا عرفت بقى لما جات لي ان الالم كان جامد قوي. انت عارفني يا ابني، انا حقانيه وانت لسه في الاول، ست جيت عليها جامد قوي يا ابني. طب وربنا كلامك بينقط حكم يا منوجه. بس انا صراحه يعني قلت برضو يعني اسيبها يومين كده تهدى، ويعني اقول لك على حاجه، قوم انت بس صب لنا كوبايتين شاي وهرضيها انا بكلمتين. حاضر. تسلمي يا منوجه. جالي يا حراق، قلت لك بقى مجمده الفكه ما لدتش عليك شكلها صح؟ لطفي الحراق لما بيبيع مفيش ترجيع يا عمو. ابيع يا بت؟ ده انا شريكي وشريكي قوي، انا حتى ربنا كرمني اخر كرم واشتغلت شغلانه ب 3000 عصفور، قلت اجيبهم لك بقى انت تطيريهم بمعرفتك. 3000؟ حلوين، هعتبرهم مؤخر الصداقه. هترمي اليمين هنا ولا عند المأذون يا لطفي؟ يمين البلكونه وتنزلي تلقفي من تحت. يا ظريف. رابط، هو اللي جاي محمل وشاري موز وبرتقان وجايب لك سوق العبور كله، يبقى جاي يرمي يمين ولا جاي يرمي حنيه ويرمي حب؟ حقك عليا يا نكتي، حقك عليا. حقك عليا؟ هصرفه منين الحق ده؟ عارفه يا نوجه انا نفسي في ايه؟ احط عليك شويه مكسرات ومستكه. بتتكلم بقى؟ يلا بينا على البيت. اتفضل يا ابني. تسلم ايدك يا منوجه. خد يا بت. تسلم ايدك ياما، اقعد على مهلك. انت خد الشاي يا بت. طب خدي مني كوبايه. اقعدي ياما، اقعدي. انا امين لك تاني، انا امين لك تاني يا حراق، وربنا ما يحصل. ده عم الشمال ده كان هيموتني وانت سبتني وخلعت. اخس. طيب ماشي. احضرينا بقى حماتي، احضرينا بقى عشان انا صلحتها واستسمحتها وبرضه قلبها وشها. لينيها لي بقى. كراميلا، قول كلمتين لاختك بقى واظبط الدنيا. بقول لك ايه منك ليها؟ انا ماليش دعوه. انا اصلا عايزه تمشي من البيت، دي قعدتها صداع. تصدع يا اللي ما شفتش تربيه. احضرينا بقى ام نوجه عشان هي ما بتكسرلكيش كلمه. هي امك نامت ولا ايه يا نوجه؟ امي ياما خش نام الجو. قوم يا منوجه وابقى نامي لما ننزل. طيب. منوجه. منوجه. ام. ايه ده؟ ام. يا لهوي. ام. ام. ام امك فلسعت. امه. امك فلسعت. امه. امك فلسعت. امه. طب والله العظيم. ردي عليا ياما. ولا تقولوا
أموالكم إلى أموالكم. صدق الله العظيم. الله يرحمك يا ابو نور، الله يرحمك. وشك شكريم شكريم، شغلا ده اللي جابه هنا ده بقى، انت اللي قلت له ها؟ اه تصدق ان انا اللي غلطان واستاهل ضرب النار والكذب ان انا قلت لك بعد ما طلعت واطي معايا؟ ماشي عشان تجيبه كده وتروح تقول له ماشي. في ايه يا عم انت؟ هو مش طليقها وبعدين اخوها؟ يبقى زي اخوه بالظبط. ازيك يا هوجي؟ عامل ايه؟ وحشتني. انت كمان يا كرم، وحشني قوي. عامل ايه؟ الحمد لله. شد حيلك. طب كده هو ماشي. يعني هقف اخد عزم منوك عشان كسرت طيب الله يرحمه. اه شكرا. يعني مش هقول لك خد بالك من منوك، هتعرفوا تخلوا بالكم من بعضيكم. شكر الله ساعك اهو، شكر الله ساعك يا حبيبي. يلا روح شيل العربيه بتاعت الباشا اللي مسرحك دي واتكل على الله من هنا، عشان العربيه دي سد الحاره وتلاقيني مخنوق. بقول لك يا هوج، خليك في حالك يا اخويا، حرق راجل وسيد الرجاله وبيعرف يخلي باله على منه كويس. انتوا الاتنين تخلوا بالكم من كرم، ولو حد داسله على طرف انا هزعله على نفسه جامد. تعرف يا هوجن وربنا لو ما كناش في عزا كنت انا اللي زعلتك على نفسك. لو ما كناش في عزا. خبر ايه يا ابني؟ انت هتخاف على كرم اكتر من اخته وجوزها؟ هوجن خدني معاك، امي ماتت اللي كانت بتحوش نوجة عني. ولا ام لطفي عندها حق يا كرم، دختك مش هتيجي عليك. جرايا يا كرم، هو مش انا واحسان برضو زي اخواتك ولا ايه؟ انا هاخدك دلوقتي ونطلع لعربية السمين وهكلك كل المنبر اللي نفسك فيه. وانت رقم المحمول بتاعي معاه، اي حد يزعلك اي حد تكلمني على طول. ماشي، ربنا يجعلها اخر الاحزان. اه ما بيقولوا كده صح. تعالى حرص، تذكرينا على الواجب يا اخوي. تعالى كرم، الواد كرم تحطه في قلبك لو اي. يا ورد كتاب الله. طب اني جاي لك انا وحرص هوا. سلام. في ايه يا هوجة؟ تعالى. ايه في ايه؟ الواد منفاخ، لا العيال اللي بندور عليها. الظاهر كده يا حرص ما يجيبها الا ايه؟ منفخة. صح، ارق. بانجا. لا 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 لا. الله. اوه. اوه يا بطني. ايه؟ مالك؟ مالك انا وجا في ايه؟ تعبانة يا لطفي. بطن قلبه جامد ومش قادره اخد نفس. ما اكيد يا حبيبتي، يعني من النكد اللي انت معيشانا فيه، يعني اصل ده مش حلو يعني على البني ادم. لا يا اخويا مش من النكد ده، من الحرق الصغير. من ايه؟ الحرق الصغير. الحرق الصغير اللي هو اللي يعني الحرق الصغير النوم. انا اهو الحرق الصغير اللي هو يعني ده جوه هنا. ايوه يا لطفي. انت بتتكلمي جد يا بنت انت ولا ايه؟ ايوه حامل. لا مش معقول يا ام لطفي. يا ام لطفي. ايوه يا ولا في ايه؟ تعالي بسرعه. خرجتني من الصاله في ايه؟ انا يعني انا هبقى بنت نوجة حامل وانا هبقى ابو لطفي الحراق الصغير وانت هتبقي تيتا ام لطفي. بجد والنبي. الله العظيم. الف مبروك يا لطفي. الله، ده انا كنت ساجده في الارض وبدعي ربنا ان يرزقك بسريه الصالحه. الف مبروك يا حبيبي، مبروك يا نوجه. والله فرحت لك قوي. الحمد لله. ما 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 ما, ما, ما دي النيه بقى، دي النيه تصفى. لما الواحد يبقى نيته تصفى ربنا بيكرمه على طول. يعني خلاص بقى، خلاص بقى بلاش نكد بقى، عشان النكد غلط على النون الصغير الحراق. لطفي كان نفسي يا لطفي امي تبقى عايشه فرحها، يعني ملهاش نفسي تفرح. معلش يا حبيبتي، بكره ان شاء الله زوريها في التور.
الترب وتقولي لها بنفسك هي اكيد حاسه بيكي يعني. ما يا اصل ده حمل يعني، ويعني نفرح يعني، يعني ان شاء الله ماما هتفرح ولما تروحي تقولي لها وهتبسط قوي. عايزين نفرح احنا. ايوه ايوه انا هو اول حلقه صغير. مفيش فايده بدل ما تنزل على الدور. نهار اسود واد يا لطفي، ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي وفتح التلفزيون يا ولا؟ وحماتك لسه ميته؟ ما يصحش. ايه يا بط صوتك عامل ايه؟ طيب ما انا مصدقت دخلت نوجه اتخمدت بالاسود اللي هي لابساه ده، وكرم طول اليوم عمال بيعيط وصوت وبتاع. عامل انا ماليش في النكهه دي يا امه، تعرف برضك يا ابني مش اصول يعني. بقى انا لما اموت هتشغل عليا اوكا وارتيجا؟ يا امه اللي انت بتقوليه ده انت حاجه تانيه، انت عباسط. طب والنبي بحبه، ولما يقول لك ونزلت دمعتي تبقى مناسبه قوي للعزاء. بس عشان هما جوه مش هينفع. النبي انت عسل والله العظيم. انت صحيح يا اما انت قايمه ليه دلوقتي؟ انا قلت اصلي ركعتين واستنى الفجر. قوم انت بقى نام عشان تصحى كده مفوق وتروح للريس بهلول، ولو ليك عيش معاه ربنا يرزقك بشغل. يلا يا حبيبي. استنى استنى، انا هروح للريس بهلول طبعا وكل حاجه، بس انا كنت عايز يعني عايزك تروحي له برضه. اروح له ازاي يعني؟ الله في يا ام، انت مش شايفه الهلوم اللي بقى فيها الريس بهلول دلوقتي؟ يعني تروحي له البيت عنده، تنظفي له حاجة، تعملي له أكلة، أي حاجة عايزها تعملها له يعني. وبعدين ده هيدفع زي غيره. أه عليك يا لطفي. أما أنا ما عنديش وسايط في الشغل. أنت يا واد مش كنت عايزنا نبطل خدمة في البيوت؟ أخس عليك يا أما، هو دي خدمة في البيوت؟ ده الرئيس بهلول ده اللي خيره علينا كلنا. الرئيس بهلول ده جميل قوي. أه وبيني وبينك أنا زهقت من قعدة البيت وبوزي في بوز مراتك، خلاص هروح له. طيب حلوة قوي قوي يعني، دي حاجة خطوة حلوة وعلى بركة الله. بس أنا برضو عايز أقول لك بقى تعملي إيه بالظبط. مين؟ أم لطفي. أم لطفي؟ إيه اللي جابها هنا دي؟ ثانية واحدة. صباح الخير يا ريس بهلول. آه صح أم لطفي، صباح النور. ازيك يا ريس بهلول؟ الله الله الله، والله زي ما كنت فاكره بالظبط. بعد هيعوز نظافه كتير قوي. ايه المزبله دي يا اخويا؟ البيت يضرب يقلب. ايه انت عايز حاجه يا ام لطفي؟ خير ان شاء الله. خير يا اخويا، انا كنت جايه لك في شغل. شغل؟ شغل ايه وليه؟ بص بقى، انا باخد في اليوم 250 جنيه. بس عشان خاطرك هخليهم 200. 200 جنيه؟ لا نظافه بس، انما لو في طبيخ يبقوا 300 جنيه. اصل انت يعني راجل عايش وحداني ومش هتلاقي حد يطبخ لك ولا ينظف لك. ابنك لطفي عارف اني جاي هنا؟ يا اخويا سيبك من لطفي بقى دلوقتي، ده انت في ايدك جوهره، ده انا ياما نظفت بيوت اكابر. خد عندك احمد مظهر، رشدي اباظه، حتى الكابتن محمد لطيف، ده انا هخلي لك البيت ده سرايا بتبرق كده. ماشي اعتبريني فريد شوقي. بس بصي بقى تجيلي بعد الساعه 2 متاخر عشان انا بصحى من النوم متاخر شويه. ها عيني في حاجه مهمه قوي. تعالي ورايا. ماشي. بصي دي اوضه النوم بتاعتي. رجلك ما تهوبش ناحيتها، اي ما تدخلهاش ابدا. ليه؟ اصل انا بستحي، وبعدين اتعودت ان انا اطفى بنفسي كل يوم. مفهوم ام لطفي؟ يعني يا مهدوده يعني. ظهري واجعني قوي، انا باين عليا عجزت ولا ايه؟ لا يا ام لطفي ما تقوليش على نفسك كده، انت لسه صغيره، عندك 12 سنه قد كرم اخوي. انت بتتمقلسي عليا يا بت ولا ايه؟ لا ما بتمقلسش ولا حاجه. البيت بتاع بهلول طلع كبير عليا قوي. بقولك ايه يا بت هنوجه، ما تيجي تساعديني وهديكي 100 جنيه في كل مره. انا هخدم في البيوت؟ اخدم في البيوت؟
ليه؟ كنا واخدينك دكتوره يعني؟ ما انت كنت اسم الله بتسرحي بمناديل في الاوتوبيسات. وعشان عليك يا رب. والنبي ايه؟ والنبي ما تخلي ساكت يا ام لطفي، خليني ساكت. لا يا اختي كلامي، طلعي اللي في عبك كله. انا مش هخش معاكي في لوكلوك، فايتهالك سديتي نفسي. ان شاء الله على طول يا اختي. استني بس، رايحه فين كده؟ يا عم شوف امك. وجع في بطنك. تقوم يا كراميلا تطفي الليله دي. يعني يا عم لسه ما اكلتش. لا ما كده حلو عشان انت كلبصت. يلا يلا. ايوه شوف بقى الليله دي. يلا اوعى تقع. ايه يا اما بقى يعني تقولي لي كده، يعني الريس بهلول بيته ما فيهوش حاجه غريبه كده؟ هو في حاجه مش غريبه يا ابني؟ ده كل حياته غريبه. ده كان عايش في سويقه، بس محسوبتك بقى خلتها له مملكه ما عدا اوضه نومه، مش بيخلي حد يخشها. محترم قوي بهلول ده يا لطفي. ايوه صح، ما هو محترم فعلا. ما هو اصل لطفي ابنك محترم وما اعرفش غير المحترمين يعني. ايوه بس يا خساره. يخساره ايه؟ حلو ما يكملش. اما الدكاتره قالوا ان هو عنده مرض خطير قوي. يا لهوي. اه مرض؟ ده الراجل صحته زي البوم. لا بس اما بصي الدواء ده. الدكاتره اصلهم قالوا ان عنده مرض خطير قوي ولازم ياخد من الدواء ده على طول، لان لو ما خدش منه كل يوم في ظرف اسبوع هيفلسح. يا نهار اسود. انا اصلا رحت معاه للدكتور يعني، وقال له ما ينفعش بقى حد يقول له ان هو عيان وكده، لانه لو عرف ان هو عيان ممكن يروح فيها. يا ساتر يا رب. مش فارقه يعني. يا رب والنبي يا اما لما تروحي له تخلي الدواء ده معاكي. ايوه وما تخلوش يحس خالص باي حاجه. تحضري له اكل تقوم حاطه من الدواء ده وتغرقي الاكل عشان يحوق فيه. بس انت بتقولي يا اما الاوضه دي مفيش مخلوق بيعتبها. اوضه نومه؟ اه. وحد يستجري يهوب ناحيتها؟ حلو، جربي بقى البتاعه دي كلها. شد حيلك يا ام لطفي، العصافير بطني بتهاو هاو هاو هاو. لا يا اخي انا وليه هنقضيها ميه. خلصها من بدري اهو. الله 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 الله، ايه الروائح الكريمه دي؟ بالهنا والشفا. الله يهنيك بجد ما نحدمها. عارفه يا ام لطفي، دخلتك عليا بالصريه الاكل دي بتفكرني بامي. امك ده يا اخويا؟ طب ده انا اصغر منك يجي ب 30 سنه، غيرش بس الواد لطفي اللي هو طويل وفرع كده ومكبرني. طب ده انا حتى قد ايه لسه وبوسي. يا دنيا. يا دنيا وكتاب الله عسل يا ابو لطفي. اقعدي بقى، اقعدي اقعدي قبل زين. لا 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 ما يصحش برضو اكلك يعني، ما اقدرش. ما يصحش ده ايه؟ وانا في ديك الساعه اما اقعد اكل مع لسه؟ لا ولسه. طب وربنا ما حاطط لقمه في بقي الا ما تقعدي. اقعدي. يوه لازم تحلف يعني. عادي يا لسه. امري لله. يا لسه. يا لسه. حسن اصغر مني ب 30 سنه يا ولية. كولي كولي. يلا بسم الله. طب قوم روح انت يا ام لطفي. كل حد رايح جبت شويه. يا امي الصغيره لسه عملتها معايا ولا ايه؟ انا الظاهر الواحد يعني ايه؟ ايه؟ كان محتاجنا. استنى استنى، حاسندك اوصلك، انت مش قادر تصلب طولك. <تصفيق
حلو ده، حلو ده. فين اوضه النوم بقى؟ فارق اسود يا ابو لطفي، ادي اخره التفاصيل. مش هنحط له البتاع بايدك في الاكل؟ اعمل فيكي انا بقى دلوقتي؟ خليكي كده زي ما انت. حلو حلو. الأفلام كلها خدنا بتبقى في الحيطة، بتبقى في حتة هنا. ما حدش يخش اوضتي، ما حدش يخش اوضتي يا مقشف. وربنا وربنا ما طلع بايدي الفاتحه. وربنا اللعيبة، ما انت حلو اهو، انت بتتفرج على افلام وحطام بتتلفوا. حلو حلو ده. اسود ونايل. بركي دعاك يا امه، بركي دعاك يا امه. يلا بينا. والله حجب سود، حجب سود، قفلوا عليك يا حلوة تابوت. معلش معلش يا جدي، صحابك من أحلاها نومة، بس عشان أحلاها لطفي الحرفي. روح عربية بس كباه، روح عربية حرية، روح عربية. ولا لطفي زيلي، انا هرميكي هنا انت وابنك ابو طويله نهبل. تعالي
تعلموا عن معلم ها؟ ده انا هقطعكوا والختم الشريف ما كان غرضي شريف والله. الو يا بنت نوجة. ايه لطفي انت فين؟ ما بتردش على تليفونك ليه؟ يا بنت اسمع بس اللي اقولك عليه. لم كل هدومك واي حاجه ليها لازمه من عند امي بالبيت. هتكرشني يا حراق؟ اكرشك ايه بس؟ بقولك لم كل هدومك وكل هدوم من عند امي في البيت وسعايا وهقابلك على اول الحاره ونخلع سوا. طب ما تفهمني يا لطفي، يعني هنخلع نروح على فين؟ هنطفش من بيت امك؟ لا ده احنا هنطفش من عيشتنا كلها يا بنت نوجة. ده انا محضر لك حاجه، عمر امك الله يرحمها ما حلمت بيها في حياتها. انت طلعت طلعه جديده ولا ايه يا لطفي؟ انا وقعت على كنز علي بابا نوجة. بس لما قابلك بقى فطامك بس مش هينفع في التليفون. اللهم صل على النبي. ماشي قوم ياض يا كرم لم حاجتك هنمشي. لا كرم ايه؟ لا 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 سيبك من كرم خالص. انا كفايه عليا ان انا بعت امي كمان هتشيل لي كرم على كتفي. كفايه عليا النونه اللي فاضله. مش هسيبني من كرم يا حريق. الواد غلبان وملوش حد غيري ووصيت امي اسيبه وامشي مش هيحصل. يبقى هيفقلك يا نوجه، يبقى هيفقلك يا اختي. يلا اقعدي جنب بقى يا سلام. قال طب استنى طيب في قال بالروح. خلاص هسيبه. ربع ونازلالك. تستناني فين بالظبط؟ يعني ايه يا حسين؟ يعني كل شيء اسمه نصيب يا حورس. ايوه ايه اللي جد يعني؟ امي مش عاجبها انك مش شغال يا حورس. وبصراحه كده ولا انا كمان. وجالي عريس كلم امي وهي قالت امين. ايوه مين هو يعني؟ هندي شريك ابوك. سلام يا حورس. يا حورس ايه يا كرم؟ ايه اللي نزلك؟ نوجة لمت حاجاتها هي ولطفي الحراق ومشي وسابوني. ام لطفي لحد دلوقتي ما رجعتش وفوق مفيش اكل وانا جعان قوي. طب ما دام هم راحوا فين دول؟ طب تعالى احنا نروح ناكل، انا كمان جعان قوي. احنا ناكل سمين؟ ما تجيبش سيره السمين دي على لسانك تاني. ما تزعلش، تعالى تعالى معايا. ايوه يعني انت برضك وديك كل الاثارات ده فين؟ ما هو فين دي بقى مش بتاعتك يا نوجة، انما اللي جاي منها بتاعك انت وانا والحراق الصغير. طب لحقت تجيب المطرح ده امتى؟ وجبت منين ما كنت تشيل في الحاجه؟ يا بنت نوجة اتجننت في دماغك كلها وانا تلميذ؟ ده انا من ساعه ما عيني وقعت على البضاعه وانا بفكر وبخطط ازاي وامتى هتبقى بتاعتي. حراق. نعم حراق. انت مخون نوجة، مخون مراتك يا حراق. انت مخون مراتك يا حراق. ايه يا بنت انت مجنونه؟ وانا لو مخونك كنت جبتك هنا. يا بنت حد فينا كان يحلم يدوس في مطرح زي ده؟ وهو المطرح اللي زي ده اخويا كان بتاعنا، ما لو بتاعها هنبسط. عارف انت لو مأمن لي بصحيح كنت خدتني معاك شفت الاثارات ومليت عيني فيها كده اهو. يا لهوي على الزقطات يا لطفي اللي كنت هزقطتها لما اشوفها. اصل انا ما احبش في حياتي قد الفراعين من زمان وانا صغيره، حتى ابويا كان يقول لي يا بنت انت شبه حتشبشوت. لا لو على كده بقى يا بنت نوجة هاخدك واوديك المتحف اللي في التحرير. يا بنت يا بنت فهمي بقى، خلينا نشوف هنعمل ايه. وانا مش عرفني هتعمل ايه؟ واحد بيقول لي معاها اثارات تمنها هيشتري نص البلد وما هوش عارف يصرفها، اقول له انا هيعمل ايه؟ ما اعرفش. نصيبي يا رب ابقى مقرشه مع وقف التنفيذ حاجه. بس عندي اللي شرف الحاجه دي بس محبوس، هروح اهبط عليه في السجن. مع اني ما بحبش السجن ولا بحب ايامه ولا شكله ولا ريحته ولا اي حاجه فيه. معلش يا اخويا معلش. بس عارفه هناك في السجن بيعشقوا لطفي الحراق عشق. قصدك في مصلحه؟ اساسي هو لطفي الحراق هيكون جاي ليه يعني؟ جايب لي خرطوشتين سجاير مثلا. ليك عندي خرطوشتين سجاير كل اول اسبوع لحد اما تطلع من هنا، بس تنجز الحوار اللي انا جاي لك فيه. ارمي بياضك. واحد حبيبي قوي يعني اخويا زي سماحه كده بالظبط، مع حته التمثال وعايزني اصرفه له، وقصدني زي ما انا ما قصدتك كده، وصراحه طلع لي فيها لقمه حلوه. وانت هيطلع لك منها لقمه حلوه وانا هيطلع لي منها كام خرطوشه سجاير؟ عندي اللي يخلصها لك ومعايا هنا في السجن. ما تاخذنيش انا معاك هنا في السجن اعمل بيه ايه؟ انا عايز حد حر طليق ينجز لي الحوار في السريع. هيدورها لك من هنا احسن من اللي بره. ده راجل تقيل قوي. لو كده امين. بس نص اللي هتاخده بتاعي. الطمع وحش في الحاجات دي حلوه قوي. مش غلط، انا طالع لي في المصلحه دي
10,000 جنيه لسه نيتن زي ما انت حراك. قفشني انت برضو، قفشني صراحة. طلع لي 20,000 جنيه، انا 10 وانت 10، وعرض الخراطيش شغال زي ما هو. حلوين، هقوم اجيبهولك، هو قاعد اهو هناك مع ناس تبع. وانت عايز في الكام خطوة دول تاخد 10,000 جنيه؟ يا طبري ايه انت هتخلي هنا ولا ايه؟ مش طالع شكلك. يا هنا وحشني يا ولاد الايه؟ نصار وحشني، وحشني يا نصار يا ابو الرجوله. حلو، بقول لك ايه، اول ما تطلع من هنا تكلمنا على طول، ابلغ عنك وارجعك هنا تاني. ربنا ما في احلى من حب الناس. نعم يا بهلول، طلعني من هنا يا راجل يا ناس. يا بهلول طلعني من هنا، واذا كان ابني سرق منك حاجه انا هرجعها لك، بس بالخدمه الشريفه، ابني ما حرامي، ابني ما سرقش. يا بهلول طلعني من هنا يا راجل يا معفن، انا ابني شريف. مش هيفتحوا خالص. ماشي يا لطفي، انا عارفك، بس وحياة امك منعتك يا لطفي، هجيبك هجيبك. والمصلحة اللي معاك دي تخص مين يا اخ حراك؟ واحد حبيبي قوي، اخويا يعني. يعني بص، بالنسبة لي زي المعلم رمضان وداني كده. مقضية بامر الله ومع احسن ناس وبأحلى قرشينات. أنت بتعرف وربنا، أنا أول ما شفتك كده يعني وشك السمح ده حسسني إن خلاص أنا وصاحبي اللي معاه الحاجة ده في أمان، والدنيا هتبقى زي الفل. ما تشغلش بالك بعمولتنا واصل، اللي هتطبقه بيدك هيبقى خير. معرفة الرجال كنوز. وربنا أنت معلم. هتلاقي واحد من طرف اسمه بزد يكلمك، قابله وهو هيخلص لك المصلحة دي كلها. أمين أمين يا سيد الناس. بالإذن. أنا سلام عليكم. أنا عاوز أبو زيد من نجمة. شكل سريقة بهلول راجعة في حجرنا تاني. ماشي يا روتش. الله، يا لولي خرسك كده ليه؟ يا ده اسود، انا اكون جرى له حاجه. اولية انت اولية. تليت وتلي هنا، الله يخرب بيت أمي، اليوم اللي شفتك فيه انت وابنك تطلع ريحتك هنا. طب اعمل فيك ايه دلوقتي؟ معلش بقى، يعني لو ملفوفه فوطه زفره ولا حاجه، بس ده لزوم التمويه. يعني انت عارف سعادتك ان احنا لسه صغيرين في الشغلانه، وابو زيد قال لي ان سعادتك من كبارات الشغلانه. المهم تبقى الحته نظيفه، حتى لو انت كنت لاففها فوطه زفره زي ما بتقول. يا اشرف باشا، لطف الحراك ده تبعنا، وان شاء الله تبقى فتحه خير. ان شاء الله هنشوف. الله، اه يافت يافت. نص مليون اخطر عدهم. لا، ما هم يعني عدهم يقل بركتهم. هم حلوين قوي 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 قوي. السلام عليكم. عليكم السلام. ثانية واحدة نسيت حاجة. عم أبو زيد حلو. إيه ده؟ ده معلش، الفلوس جديدة. صباح الفل يا عم أبو زيد حلوة بتاع زمان. صباح الجمال. سلمي على الكبير بقى. يوصل. ها؟ جاي ولا الدور الجاي؟ لا اتكل أنت، قاعد أنا شوية مع أشرف باشا. مش غلط. استأذن أنا بقى. معلش الحتة الزفرة الحلوة؟ اه طبعا. مسكوسة
سنوسي. عم سنوسي. ايه. تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الف مرحبا. الله يخليك. يا الف مرحبا يا لطفي. الله يخليك. الله انت اخويا بقيت بتيجي كتير اللي هي بدل الحاج. الدنيا بره وحشه قوي يا عم سنوسي، الدنيا بره وحشه قوي، عشان كده كل شويه جاره الفاتحه لابويا عشان اخد بركاته والدنيا تمشي معايا بقى شويتين كده. يا الف رحمه ونور. ربنا يخليك. ابو ده طول عمره كان راجل بركه. المهم يعني خد الفلوس دي، روح جيب لي علبه احمر اصفر اخضر كده بسرعه، والباقي عشانك والفلوس كلها. الله يسعدك ويوسع عليك. يلا بقى امشي. السلام عليكم. عليكم. بيت شكلك ايه يا عم ابو زيد؟ انت مراقبني بقى ولا ايه؟ انت فكرك هتهرب وبسرجتكم انت وبهلول ولا ايه؟ يا عم بهلول ملوش دعوه بالحوار ده خالص. انا عارف اللي بينك وبين بهلول، والحاجه دي تخصنا ولازمانا. بقول لك ايه يا عم ابو زيد؟ الحاجه دي ما تخصش اي حد في الدنيا دي كلها غير لطفي الحراق. بس يبقى اجر الفتحه على روحك يا حراق. مفيش الكلام ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يخرب بيتك؟ انت موت ولا انت؟ ما يخرب بيتك، ايه اللي جابك ورايا طيب؟ اقول لك على حاجه، انت بيتك في الصح، اتفضل معايا. جوري بستين داهيه. نوجة نوجة نوجة. ايه يا لطفي؟ في ايه؟ مالك؟ انا قتلت قتيل. ايه؟ يا نهار اسود، قتلت مين يا لطفي؟ وطي صوتك. طب وطي صوتك. قتلت مين يا لطفي؟ قتلت ابو زيد. ابو زيد اللي هو الراجل بتاع رمضان الورداني اللي كان بهلول سارق منهم الاثارات بتاعته. السعيده؟ وانت مالك بيهم دول؟ ما هم دول اللي كانوا بيصرفوا لي الحاجه بتاعتي اللي انا سرقتها من بهلول. وانت راح لهم برجلك يا هبل؟ ما انا كنت فاكر ان انا قاريهم من القصص اللي هوجن كان حكيها لي عنهم. الواد طلع عليا كان عايز يقلبني يموتني وخلص عليا. طب حد خد منك حاجه؟ لا. حد عرف لك مطرح؟ لا. حد شافك وانت بتموته؟ لا. طب عملت ايه لجدته؟ تويته. طب ما خلاص في داهيه يا لطفي. الله 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 الله، هنخيب بقى ولا ايه؟ جرى ايه يا لطفي؟ انت بتعدي حراق؟ لا انا مش عايز اشوفك كده. اهدى بس، ما انت كنت هتعمل ايه يعني؟ ما هروحك قصاد روحه، هو هيجي عز منك يعني؟ انا ما كنتش عايز اموت حد، انا مش عايز اموت حد، انا عايز اتبسط بشويه الفلوس اللي معاه وخلاص. انا مش عايز، شكله هو ميت، مش بيروح من قدام عليا كده، شكله بشع. طب بس يا لطفي استغفر الله العظيم، انا مش قادر اتصور المنظر. طب هما دايما بيقولوا كده ان اول قتيل بيبقى صعب، بتفضل صورته ملازمه خيالك على طول، بس بعد كده بتهدى. انا بقى عايزاك تهدى دلوقتي يا حراق. روق، مش عايز اشوفك كده تاني. خش الشطف على ما اعملك حاجه تاكلها. مش عايز اشوفك كده. ايه ده؟ ما حصلش حاجه، ايه اللي حصل؟ حساس قوي. اسود ونايم. الله، امال ابو زيد فين؟ مش عارف، انا كلمته على التليفون بتاعه لقيت تليفونه مقفول.
انا كمان بكلمه تليفونه بيديني مغلق، مش عارف من ساعة ما كنت عندي انا اخر مرة والواد ده مختفي خالص. في ايه؟ في ايه صحيح؟ يكون ايه يعني؟ يعني الغاب حدته معايا. وانت جاي في ايه يا حراق؟ معاك حتة جديدة؟ لا انا جاي لك عشان تدلني ويبقى لنا لقمة حلوة مع بعض سوا. ادلك على ايه؟ على الكبار. عاوز اخش كده وسط الكبار والعب معاهم شويه. عايز تلعب مع الكبار؟ ايوه. ضحكتني والله. يا ده انت حته هلفوت قد كده. سلام عليكم. ده حراق. ماشي. يا ما تبقاش زربون كده، اهدى. ما انا لسه زربون شويه. لا اهدى. ماشي. قول لي انت عاوز ايه بالظبط؟ من الاخر؟ من الاخر. اللي عندي أتقل وأدخن من اللي عند أي حد من الكبارات بتوع الأشارات تماً. وأنا مش عاوز ألعب على صغير، أنا عاوز أبقى كبير أوي 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 أوي. ولو عرفت توصلني لفوق هناكل أحلى حلويات سوا مع بعضين، بدل بقى ما بتطلع لك بشوية فكة كده سمسارة وعمولة من اللي بتشيله مني واللي بتشيله من الناس التانية عشان تديله الكبار. أنا هبقى كبير وهكبرك معايا. طب اسمعني بقى وطرطق ودانك حلو قوي. قول يا عم الناس. انا عايزك تصور لي كل اللي عندك وتنقي حته يافته كده تجيبها لي معاك عينه، ولك عندي قعدك مع واحد من الاكابر. مش غلط. امين. قول يا حراق، انت متجوز ياض؟ الله يا باشا يا اخي، ده المدام حامل في الحراق الصغنطر كمان. الحراق الصغنطر. ايوه. طب خد بالك بقى، عشان لو الشغل مش قد كده ولا في اي قلق ولا عوق، المدام والحراق الصغنطر دول قلبهم هيوجعهم عليك قوي. دل على السلامة يا ام لطفي. تعالى يا خالتي. الله يسلمك يا حوس. حاسب الواد بتاع التوك توك معيش فلوس. حاضر حاضر يا حاج. خد متشكرين يا نجم. وامسك. ايه مالك؟ خير يا خالتي؟ في ايه؟ في المستشفى. الراجل رماني في المستشفى. كنت بين الحياه والموت. طول الليل يدوني في ابر يشكشكوني. هو الواد لطفي راح فين بس؟ خد حاجته ومشى ونجم البيت وسابوني لوحدي. من ساعه ما انت مشيتي وما رجعتش تاني. يبقى بهلول عنده حق. الواد لطفي سرقه وسام الراجل يبهدل فيا. اخص عليك يا لطفي، ما جتنيش ليه؟ استهدي بالله بس. اعمل ايه يا رب في ايام الزودة دي؟ استهدي بالله يا حاج. تعالى بس يا خالتي. تعالى تعالى بس يا خالتي نطلع فوق. عايز بسكت؟ ثانكس. صيغني يا لطفي. وماله صيغك؟ وعايز اعمل نغزات والنبي يا لطفي، اللي هي بتبقى واحده هنا وواحده هنا، اضحك تقوم غرزه الجو. بس يا بت هبله انت. وربنا بيبقى شكلها حلو. بس يا بت يا هبله. طب اصبر. طب متلهوج على ايه؟ هو انت وراك ايه الوقت راح تعمله؟ راح اصور البضاعه للراجل ده وهتشوفي. هتشوفها بت نوجة هنبقى فين؟ ربنا يكرمك ويستر طريقك يا لطفي يا رب. ربنا معاك يا حبيبي. مع السلامه. خد بالك من نفسك. ماشي. تعال. ايه يا لطف وحشتني. تعال وانت كمان. باتش عليا يا لطف.
انتوا بتعملوا ايه؟ يخرب بيتك، انت اللي جابك ورايا، امشي من هنا يلا بسرعه. وانا مش الحارس بتاعك وما ينفعش تمشي من غيري. انت بتراقب ابوكي ولا ايه؟ انت مالك، انت كنت براقبه ولا مش براقبه؟ بقول لك امشي من هنا، انت مش فاهم اي حاجه. انت اللي مش فاهمه حاجه، ولو فهمت هتزعلي. انا مش همشي واسيبك في الحته المقطوعه دي لوحدي، ده في عز النهار وفي وسط الناس وكنت هتتخطف. مساء الخير. ايه ده؟ هو يعني يبقى سعادتك؟ بقول لك ايه؟ اتفضل امشي من هنا وبطل غباء، بطل غباء. وكتاب الله ما ماشي. يا نمشي سوا يا ندخل احنا الاثنين. ندخل فين يا بني ادم انت كمان؟ انت ما ينفعش تدخل هنا وانا كمان ما ينفعش ادخل، ومش عايزه مخلوق يعرف ان انا جيت هنا. يبقى يلا نمشي. وطي صوتك، فضحتنا، بتعلي صوتك ليه؟ انا اروح اركن عربيتي بعيد واجي اركن معاك عشان اوصلك. تعالي ورايا. يلا نمشي قدامي. الصراحة يعني أنا خدوني على مشامه، ما كنتش عارف إنه سعادتك يعني سعادتك. سرقوا منين ده يا ابني؟ سرقوا؟ ما يصحش كده يا كمال باشا، أنا مش حرامي. أنا صحيح يعني دخلت بيت سعادتك زمان وأنا حرامي صغير، بس دي غلطة وكلنا بنغلط. أنا دلوقتي عايز أكبر، عايز أحط في إيدي يعني في إيد سعادتك، واللي فات يبقى مات. وأنا ليه أحط إيدي في إيد عيل زيك؟ والله متهيألي أنا كمان باشا، عشان سعادتك لو ما حطيتش إيدك في إيدي دلوقتي مش هبقى عيل صغير، وهكبر، ولما هكبر هبقى عامل زي الديناصور، واللي ما وقفش جنبه وأنا صغير ما تاخذنيش يعني، هقف قدامه وأنا كبير. ده مخ في حاجة؟ بالعكس، بالعكس خالص، ده أنا معايا دلوقتي اللي معقلني ومنضف مخ على الآخر خالص. طيب يا لطفي، أنا شفت كل الصور وهاخد كل اللي عندك. كمان باشا لا يعني انا ما بقتش بالجمله صراحه يعني، وكمان سعادتك ما معكش تشتري اللي عندي. انت عايز ايه يعني؟ من جور الكبير يكبر. انا عشان احط يعني رجلي بعت اول حته بملاليم، وعارف اللي ضحك عليا في ثمنها، بس هو يعني ما حدش بيتعلم ببلاش. انا كل اللي طالبه من حضرتك حمايتك. ازاي؟ انا عايز ادخل السوق تحت اسم شركه كبيره قوي، الدار وراها هبقى تحت جناح سعادتك. وبالنسبة للناس اللي حضرتك يعني بتعمل معاهم بقى وتبيع لهم الشغل ده بره مصر، جوه مصر يبقى مني اليوم طوال. لطفي، انت واقف قدام كمال اللباد، وكمال اللباد ده مش مجرد اسم كده، ده كيان قعدت ابني فيه اكتر من 40 سنة. انت عارف اللي انت طالبه ده تمنه ايه؟ اللي تؤمر بيه سعادتك انا تمام. حضرتك باشا، ولو هتخليني باشا ابقى باشا مع الناس كلها، بس اجي قدام سعادتك ابقى عيل صغير وصبي بيتعلم منك وخلاص. ايه؟ نعتبر ده عربون محبة؟ ماشي ماشي يا لطفي. ماشي، ألف 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 مبروك. بص، هو كان طويل واسمراني كده وبشنب، كان شنب و... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك تطمني، عرفتوا مين اللي عمل في مراتي كده؟ هنجيبه يا باشا. هيروح فين؟ ما دام اديتنا كل الأوصاف بتاعته. أستأذنك أنا بقى. متشكر. السلام عليكم. متشكر جدا. يا حبيبتي، ألف سلام عليك. الواد عامل إيه؟ الواد اللي جابك، صح؟ إنما أنا في ده. صدق بالله. قول لا إله إلا الله. لا اله الا الله. انا زباله يا لطفي، صح زباله. عارف الزباله ليه؟ عشان ما بلغتش عنك، عشان ما قلتش اللي انت اللي عجنتني ضرب في قلب الشارع، وانك كنت هتسقط العيل اللي في بطني. ده انا مغمى عليا من ساعتها، ما فقتش الا من ساعه زمن يا شيخ. منك لله يا لطفي، اشوف فيك يوم، اشوف فيك سبع ايام. بس مش انت دلوقتي كويسه وزي الفل وفقت؟ يلا بينا نروح على البيت. اروح وربنا مروح، وربنا معدت باب بيتك يا لطفي. طول ما انت عامل كده لازم ترد لي كرامتي وشرفي اللي مسحت بيهم اسفلت الشارع الاول. ودول بيتردوا ازاي بقى يا ام النونو؟ انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. حاجه بسيطه يعني، على قد النونو وام النونو. ما تخلصي وتقولي بالراحه. طيب، هات لي فيلا واكتبها باسم، وعربيه مرشيدس، وكيلو 2 كيلو ذهب كده. ليه بتبديلي كلهم بدا ذهب؟ خلاص بلاش منها لطفي، طلقني طلقني يا لطفي. انا اساسا اصلا يعني من بعد العلقه اللي انت دبتها لي في قلب الشارع دي انا ماليش عيش معاك، ملناش عيش مع بعض يا ابن الحلال. طلقني
انا اللي غلطانه. ده انت حتى مش انا عليك تصالح. انا ما شفتش يا رب كحط كده يا رب لا اله الا الله. انت هبله يا بت، انت هبله، انت هتبقى ام ابني، يعني اي خير داخلي هيبقى ليك انت والواد. انت مش فاهمه، مش فاهمه احنا داخلين على ايه. اللي انت بتطلبيه مني دلوقتي ده ابره في كوم قش. اكتب لي الابره يا لطفي وخلي كوم القش ليك انت وابنك. انا راضيه يا رب بقليل، الحمد لله على كل حال وانواع. ماشي 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 خلاص سهله. البيت اللي احنا قاعدين فيه اتفقت مع صاحبه ان انا هشتريه منه وبالعفش هتنيل اكتبهولك باسمك. ماشي هو اي حاجه بقى وخلاص الحمد لله هعترض. طب والعربية؟ سهله سهله يا نوجة، من نجمه اروح على الاجنس اجيب لك اي عربيه زفت من اللي عجباكي. مرشيدس، عايزاه مرشيدس. اجيب لك زفت مرشيدس. انت مش فاهمه حاجه، خليك على هبلك وعبطك كده. جوزك دلوقتي شريك كمال باشا اللباد. يا نسبت السودا يا لطفي، انت رحت شاركت الراجل اللي بهلول خلاكوا تسرقوه. وربنا جوز اهبل يا رب رزقني بجوز اهبل وانا راضيه الحمد لله يا رب. اتعبت منك. اضرب تاني اضرب تاني. الماضي الاليم يا هبله، ده الماضي الاليم خلاص خلصنا. انت مش بتتكلمي مع لطفي الحراق العادي دلوقتي، انت بتتكلمي مع لطفي الحراق رئيس مجلس اداره شركات الحراق للتجاره. ولا حرش انت يا حيوان. ايه بعد يد انت هو يا اركب. سيبك من حوار امي ده دلوقتي خالص يا حورس، فوق بس من الزحمه دي ربنا يعيننا عليها وبروح لها كده واصالحها. دمي برضه يا حورس. بقول لك يا لطفي، قول والله العظيم العربيه دي بتاعتي مش سارقها. انت هتفضل عبيد طول عمرك يالا؟ بصراحه مش مصدق، العربيه حلوه قوي، ده انا استقبل اكونه وتبقى شقه. ما هو انت كان زمانك راكب زيها دلوقتي، كان زمانك راكب زيها بس انت قبل ركبت دماغك ودوست برسيم. طب اقول لك على حاجه، لسه باب التقديم شغال. ايوه انا دلوقتي بقيت باشا جامد قوي. باشا؟ الله 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 الله، باشا 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 جامد ونحكايه وروايه، ومحتاج بس شويه صبان حواليا. لا يا عم انا الشغل دوت خلاص ما بقتش اعمله، المشاوير اخري ام 6 شهور، انما المشاوير المتعبده ديت قلبي ما يجيبنيش عليها. وانا بصراحه يعني ابويا بقى راضي عني وبيدعي لي. هو الدنيا ماشيه يعني على الضيق، بس ان شاء الله ربنا يكرمني يعني ومش هرجع للشغل ده تاني. انت حمار يا ده حمار، انت حمار عشان انت ما شفتش اي حاجه. انت عارف اخوك قاعد فين دلوقتي؟ فين؟ عايش في فيلا قد ايه يا ربي؟ قد الحاره بتاعتنا كلها. ماشي، ومش بس كده، وشركه ورئيسه وناس شغاله وراي حاجه ومش لطفي لو سمحت وزعلان. لطفي مش فاضي كايه. ربنا يزيدك يا لطفي، بس لا لا انا هشتغل وهجمع كام الف كده وهصلح قهوة ابويا يعني. ونسيت اقول لك صح يا لطفي، ايه مش فضينا الشراكه مع الواد هندي الزباله دوت؟ لا والله. والله الله الف مبروك يا ده حورس، ده اللي يثبت فعلا ان انت فقري وحيوان فعلا. بس سيبك من الحوار ده ما يهمنيش، انا عايزك في مصلحه كده مفيش غيرك اللي يعملها لي. بقول لك على حاجه، اعتبرها اخر خدمه لاخوك. فاكر يا ده حورس الورق اللي سرقناه من كمال اللبات وبهلول خده؟ مش ده الورق اللي بهلول قال عليه بتاع الاراضي روح؟ ايوه بالظبط كده اللي انا اقرا عليك ده. انت دماغك حلوه ولسه شغاله وزي الفل يا حورس. الورق ده يلزمني، الورق ده يلزمني وعلى السخانه يا حورس. عايزك تنزل تعس عليه كده وتجيبهولي تسلمهولي في ايدي، اديك شويه فلوس تعمل بيهم ايه؟ ايه؟ تنضف بقى حياتك المقرفه اللي انت عايز تعيشها دي وتظبط القهوه والقرف اللي انت فيه. ماشي بس بشرط. شرط؟ اه. خير يا حورس؟ تاخدني لفه بالشقه الحلوه دي. مش غلط، خدوا لفه بالشقه الحلوه دي. ما حطيهوش فقر. افتح الباب علاء. حراك سيبوا 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 سيبنا دلوقتي ندل على السلامة يا عم الناس. اركب ياد العربية دي تاني. طب لو يعني نتكلم اركب ياد.
ماشي. اتفضل يا عم الناس. اطلع. دي مفاجأة حلوة قوي، كفارة يا عم الناس، كفارة. أنا من ساعة ما سبت أبو زيد ونزلت من عند أشرف عمال أحاول أتصل بيه أتصل بيه، فص ملح وداب، سبحان الله أنا مش فاهم في إيه، وربنا كمان أنا بقيت لك الفلوس بتاعتك معاه، بس يعني اسأل أشرف حتى. أنا مش مرتاح لك يا دنت. مش مرتاح لي؟ بقول لك إيه يا معلم؟ دور على أبو زيد أنت براحتك بقى. بس ما دام انت هاني طلعت الحمد لله. في بيننا مصالح كتير قوي 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 ممكن نعملها سوا. مصالح ايه يا حضن عليا وانا لسيك على الحوار. انا عايز اقعد معاك انت يا هوجي. ام لطفي طول اليوم تقعد تشتم فيا عشان اختي. عشان نوجا ولطفي عملوه. تقعد معايا فين يا كرم؟ وانا قاعد في بيتي؟ انا اصلا هسيب الشغلانه دي. ايه ده هتسيب الشغل ليه بس يا هوجي؟ ده انا وربنا لسه كنت اقول لك عايز اشتغل معاك. مشاكل يا حورس، مشاكل. عن اذنكم طيب سنة. الو. اه حورس، عملت ايه في الورق؟ دخلت عند بهلول وما لقيتش حاجه والله. هيكون راح فين الورق يا حيوان؟ معرفش يا حراق وربنا معرفش. ماشي ماشي يا حورس، سلام. انت سلام. انا اساسا قلت لام لطفي ان انا مش رايح لها تاني واني جاي معاك. وهي قالت لك ايه؟ قالت لي في 60 ده انت واختك روحوا ما ترجعوا. وربنا ام لطفي دي اطيب خلق الله، هي بس لما بتقفل من حد بتقفل منه ومن اللي تبعه. هي يعني قرشه مرحتي، بس انا هحكي لك ليه يعني. لا استنى انت خالص، بص استنى ايه، اسمعني بس. اصل زمان خارج. يعني ابويا اتخانق مع ابو لطفي جوزها يعني، وشالوا شيله كده بقى، لا تقول لي هوجن ولا بتاع. انت هتحكي لنا حكايتك انت وابو لطفي وابو حرص؟ ما انا قلت انتوا مستمتعين. ولا مستمتعين ولا نيله، ما تخرق. طب شوف يا كرم، انا لقيت لك مكان حلو تقعد فيه على ما اوضب سكني وبعد كده تنقل معايا. ماشي يلا قوم بيها. خلاص كده يا هوجن، كرم معاك في الامان. هطير انا بقى. ماشي يا حاضر. بس صح، كنت عايز اقول لك على حاجه يعني. خد دول. ايه دول؟ ده ورق اللي سرقناه من الفيلا بتاعت الباشا بتاعك، الاراضي اللي كان عايز يشتريها وبهلول كان عايز ياخدها مني. لطفي بعتني هناك عشان اسرق الورق دوت، بس انا مرضيتش اديهوله، قلت يعني اديهولك ترجعه لصاحبي. انت جبت النظافه دي منين؟ تقريبا يعني من الدم بتاعك اللي بيجري في جتتي يا اخويا. ايه يا هوجن بتعمل ايه؟ هتبوسني؟ تم بحمد الله افتتاح اكبر مصانع المواد الغذائيه في الشرق الاوسط، الحراق جروب، اسم يستحق الثقه. لطفي